أطرح. دايما اعطي حالك هيك tap on the shoulder انك انت عملت اشي كويس، لانه هذا بيفرز دوبامين بالدماغ. الدوبامين بخليك انت مستمر، فانت دايما حطيت الجول وحطيت الهدف تبعك، بس شوي شوي اليوم اللي تروح تتمرنت فيه مثلا حطينا الهدف انه انا بدي اتمرن 3 ايام في الاسبوع، ورحت تتمرنت ان شاء الله 10 دقائق ان شاء الله 5 دقائق، هذا الوقت اللي انت تمرنت فيه اعطي حالك اللي هو الفيدباك انه انا عملت اشي كويس، عشان هيك بتضلك مستمر. هذا رح يساعدك انك تضلك مستمر. موضوع كتير كبير، موضوع بيحكوا فيه بعلم الطاقة وبيحكوا فيه كمان في السايكولوجي، بس خليني اعطيكم اياه ببساطة. ما تتطلع على دائما بس على الهدف البعيد، تطلع انه انا عملت اشي هلا وخلصته وحطيته على جنب.